تردد اسمك الحقيقة خلال الفترة السابقة هنا في مصر ان انت من الممكن ان تكون مدير فني لاحد الأندية المصرية. هل ده ممكن من وجهة نظرك؟ هل ممكن نشوف راضي الجعايدي قريبا في الدوري المصري وبالتابع اللي بيحصل في كرة القدم المصرية؟ ان شاء الله يعني كابتن اسلام نقول نحن ربي سهل بتونسي. شرف لي يعني نكون من ضمن المدربين اللي مرنوا في البطولة المصرية. يعني ما نجموش ننكر ان البطولة المصرية من اقوى البطولات يعني في افريقيا. الفرق المصرية يعني ديما تفرض رواحها يعني روحها في افريقيا عامة. ويعني البطولة المصرية دائما تستقطب المدربين الكبار، وهذا يعني يكون بالنسبة لي انا شرف كما قلت لك نمرن في البطولة المصرية اللي هي متطورة على بعض البطولات، تقدم يعني لعب جيد كبير. الفرق تابعت في الفترة الأخيرة، الفرق يعني تلعب في لعب حديث وتحاول تطور من نفسها وتخدم على مشاريع. وبالنسبة لي ممكن الفارق في البطولة المصرية هو الإدارة المصرية للفرق. نعم. يعني متطورة نوعا ما وتعطي يعني الـ في مشروع رياضي يخول الممرنين مثلي انا. الحقيقه يعني ما نجمش ننكر اللي التكوين نتاعي كان في انجلترا، تكوين يعني فيه الكثير معناتها من النظام الانجليزي والاحتراف الانجليزي اللي يخليني معناتها نكون نوعا ما متنوع في 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 العمل نتاعي مع الفرق. نعرف افريقيا، نعرف اجواء افريقيا والبطوله المصريه، وهذا يعطيني ممكن دافع باش نخدم في مصر وفي اي بطوله يعني من البطولات الافريقيه مع بالطبع مع اليوفا برو اللي تحصلت عليها. هذا يعطيني يعني دفعه ان شاء الله.